بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن الآثار المترتبة على العقود في الفقه الإسلامي. وقد كنا قد تحدثنا في عرضين سابقين عن نظرية العقد، والعرض الثاني عن أقسام التعاقدات والعقود المسماة والغير مسماة في الفقه الإسلامي. وفي هذه الحلقة سوف نتكلم عن دورة هي تختص بالحديث عن آثار مترتبة على العقود في الفقه الإسلامي. سألني أحد الأخوة، قال لي يعني لو أردنا يعني نبغى نأخذ الأفضل، يعني أحسن دورة من الدورات بدل ما ندفع في كل دورة مبالغ معينة. حقيقة ذكرت له أن أهم دورة في هذه الدورات هي دورة آثار العقود، لأن ليس يعني في كثير من الأحيان قد نحسن في كتابة العقد ونجوده، لكننا لا نحسن التعامل مع آثاره فيما بعد. فهذه الدورة حقيقة هي الأهم، باعتبار أن العقد يقصد منه الآثار وليس مقصودا بحد ذاته. يعني أنت حين تشتري سيارة ماذا تريد؟ تريد أن تستلم السيارة، تريد أن تخدمك هذه السيارة، تذهب هنا وهنا، وهو يريد الثمن، يريد المبلغ، القيمة السيارة، يأخذها يشتري بها بضائع أخرى إلى آخره. إذن يعني العقد في حد ذاته وما يتعلق بالعقد في حد ذاته ليس هو المقصود الأصلي. المقصود الأصلي الآثار المترتبة على هذا العقد. بالتالي هذه الدورة يمكن أن تصنف باعتبارها أهم دورة في العقود. لدينا 5 دورات في العقود: نظرية العقد، أقسام العقود، والآثار المترتبة. هذه لعلها أهم الدورات في هذا الميدان. وحقيقة لا غنى عن الحقوق، لا غنى عن هذه الدورة بالنسبة للحقوق وبالنسبة للقانون وصفة عامة. الآن سوف نتناول وصف الدورة التدريبي والهدف العام من هذه الدورة وموضوعات البرنامج التدريبي. وصف الدورة: هذه الدورة تتناول موضوع الآثار المترتبة على عقود البيع، وهذا يتطلب تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح، كما تركز على تقسيمات أثر العقد بالنسبة للأشخاص وبالنسبة لموضوع العقد، كما توضح طبيعة العقد. ومن أهم الموضوعات التي تلقي الضوء عليها هذه الدورة أثر أصل العقد حين يكون التعاقد بالأصالة، وأثر العقد للأشخاص في التعاقد حين يكون بالنيابة، وكذلك أثر العقد بالنسبة لموضوعه. وفيه 3 مسائل: الأثر الأصلي للعقد، والأثر التابع للعقد، والأثر المتمم للعقد. ونتناول في هذه الدورة موضوع الأثر الأصيل للعقد التجاري، وموضوع التصرف في البدلين قبل التسليم، وكذلك خلو المبيع من العيوب. ومن موضوعات الدورة المهمة الآثار المتممة للعقد التجاري، وتشمل كتابة العقد، الرهن، الكفالة، الضمان. وتختتم هذه الدورة بآثار التصرف في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا العقد. نحن نلاحظ هنا أن الآثار أو الحديث عن آثار العقد لو تأملنا تبتعد عن مجرد التعاقد إلى ما يتلو هذا التعاقد، وتبرز الأهمية لهذا السبب في هذه الدورة. الهدف العام من الدورة التدريبية: يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بأهم ما يحتاج إليه من يتولى متابعة آثار العقد بصفة دورية ودائمة. نتابع موضوعات البرنامج التدريبي الآن. سيتضح لنا من خلال هذا البرنامج أيضا ما يتصل بتعريف الأثر لغة واصطلاحا، وما يتصل أيضا بصاحب هذا الأثر أو صاحب الحق في هذا الأثر الأصلي في العقد. أيضا تقسيمات آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للأشخاص، أثر العقد بالنسبة لموضوعه،
وأثر العقد بالنسبة للأشخاص انصراف أثر العقد حين يكون التعاقد بالأصالة إلى الخلف العام أو الخاص، أو انصراف الأثر إلى الدائنين له. كذلك أثر العقد بالنسبة للأشخاص لدى التعاقد بالنيابة، الأثر الأصلي للعقد والأثر التابع والأثر المتمم. نحن نناقش الأثر الأصلي والأثر التابع والأثر المتمم في جميع هذه الحالات. كذلك الأثر الأصلي للعقد التجاري صفة حكم المبيع له صفتان: اللزوم والحلول، أي العقد يكون لازما ويكون حالا. هذا هو الأصل أو الأثر الأصلي للعقد التجاري ابتداء. كذلك هناك آثار تبعية للعقد التجاري: النوع الأول تسليم البدلين ومعنى التسليم، كيفيته، زمانه، مونته، نقل البضاعة مثلا، من يتحمل نقل البضاعة، هذه أيضا من آثار العقد وتناقش أثناء الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. النوع الثاني التصرف في البدلين قبل التسليم، ما الذي يتاح وما الذي لا يتاح، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. كذلك النوع الثالث خلو المبيع من العيوب وما يتعلق بوجود هذه العيوب وما يترتب على ذلك صحة وبطلانا. الآثار المتممة للعقد، والمقصود بالآثار المتممة للعقد أي ما يجعل العقد يكتسب القوة والاطمئنان للتنفيذ وسلامة التنفيذ. فنلاحظ هنا الكتابة وما يتعلق بالكتابة والإشهاد على هذه الكتابة، كذلك ما يمكن أن يصحب العقد من رهن من أجل التأكد والتوثق من سلامة العقد وعدم الإخلال في هذه التعاقدات. كذلك الكفالة والضمان، نناقش في هذا في هذه الغضون ما يتصل أيضا بجميع ذلك، كتابة العقد على نحو مختصر والإشهاد عليه، لأنه سيكون لدينا دورة خاصة في كتابة العقود أو في صياغتها. كذلك ما يتصل بالرهن وأهم الأحكام المتعلقة بالرهن، الضمان والكفالة، تعريف الكفالة لغة واصطلاحا، أحكامها، أركانها، صيغتها. الركن الأول في الكفالة نتحدث فيه عن الصيغة، ثم الكفيل وشروط الفقهاء لدى الحديث عن الكفيل، والركن الثالث المكفول له وشروط الفقهاء في المكفول، الركن الرابع المكفول عنه، شروط المكفول عنه، الركن الخامس محل الكفالة، الكفالة في المال، الكفالة في النفس، آثار الكفالة وعلاقتها المكفول، علاقة بين المكفول والمكفول له والمكفول به، وكذلك المطالبة كيف تكون في الكفالة. يعني أمور نناقش كل ما يتصل بالكفالة في أثناء هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الضمان، الضمان وتعريف الضمان، مشروعية الضمان، ما يتحقق به الضمان، أسباب الضمان، تصنيف العقود من حيث الضمان، ضمان البيع الفاسد، وماذا لو زاد المبيع بيعا فاسدا بعد قبضه، يعني زاد، يعني حيوان زاد سمنا أو حصل منه ولادة وما شابه ذلك. إذن نحن في غضون ذلك نتحدث عن آثار المتممة للعقود وفق هذا التصنيف. كذلك أثر العقد في حالة الالتزام، يعني إنسان التزم بعقده ثم ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ حق البائع في حبس المبيع حتى ينقده المشتري الثمن، نناقش نحن نلتزم، ولكن هناك مشكلة في السداد، ما 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 الذي يترتب وما هي الاحتمالات المتاحة والتي تجوز شرعا أن يمارسها الإنسان من أجل ضمان حقه في المبيع؟ المسألة متى يصح أو يصبح الفسخ العقد النافذ حقا لأحد المتعاقدين وكيف يتم الفسخ؟ كل ذلك نناقشه في هذه الدورة وله أهميته البالغة والكبيرة، لا سيما أنت تتيح للناس التعاقد، ما الأشياء التي تتيح لهم فسخ هذا التعاقد؟ هذا أيضا له أهمية القصوى في هذه الدورة. إذن نحن نلاحظ هذه الدورة استوفت النظر في جميع ما يتصل بآثار العقد الأصلية وآثار العقد التبعية وآثار العقد المتممة، ولها أهميتها الخاصة في الحياة العملية لدى صياغة العقود والتعامل بها والأخذ بآثارها. هذا ما يتصل بأهم الكلام الذي يمكن أن يقال في الدورة آثار العقود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.